عبدو ايش شو عم تعمل؟ عم نتمرن الساعة 6 على بكره. يقول لك يا عبدو شو بك؟ رح تصير ترقص احسن من البنت؟ ارقص احسن من البنت؟ تذكر كريمي بكره كم غلطه بدي غلط. المغروم على الاخر انت. ايش لك انا؟ انا ارقص دوست وسلامة تعلمتها كرماله. قد ايه بتحبها؟ نعم قد ايه بتحبها؟ قديش بحبها؟ محروق سلافي عليا. ليه؟ ايش؟ تروق؟ لا. ايه شو بدك تروقنا؟ روقنا. ولو يا عبدو، هيك صارت يا ابن خالتي؟ كل هالتعب اللي تعبته معك ما بيطلع لي ترويقه؟ مبلا تكرم عينك. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 كيف؟ روعة. وأنا كيف؟ مقبول. هيك لكن. طيب شو؟ حاضرين؟ أنا من جهتي حاضر بس عتلين شوية هم. لك يا عبدو شد حالك؟ شو بيك مثل الأولاد؟ طيب رح أطلع جيب ساعة دقيقتين وبرجع. إيه؟ مهضومي ابن خالتك. وابن خالته لابن خالتي مش مهضوم؟ برد عليك خبر. نيلا؟ تعرفي انه اسمك شعري وكله موسيقى؟ ميرسي. بيقولوا ميرسي اذا حدا عطاك شيء، بس انت عندك هالشيء ونحن عم نستمتع فيه، فنحن اللي لازم نقول لك ميرسي. يلا بنمشي. ايه يلا. اهلا بنايلة. شو رايحين تسهروا؟ وين؟ بدي افهم ليه ما بدكم تاخذوني معكم اليوم على السهرة؟ ميمي لأنه معزومين. شو فيها؟ بدفع وبفوت. ما في مطارح. بروح بشوف بركي فيه. ليه تتعذبي؟ ما فيها عذاب، أصلاً بتسلى ما عندي شي. ميمي هيدي السهرة مش خارجك. والله كيف يعني مش خارجي؟ هيدي سهرة دانس دو سالون. إيه أنا كتير بحب الرقص. ميمي ما فينا ناخدك معنا. ليه؟ شو بتستحوا فيي؟ لا. فإذا في شي مخبيينه علي؟ ميمي في مجال ما تروحي معنا؟ لا ما في مجال، بدي روح ها وخلص. خلصت؟ تفضل ريح من عندك. لايكي قلنا لك أفيش روحة يعني أفيش روحة، قلنا لك أفيش مطارح يعني أفيش مطارح. مثل ما بدنا نحن مش مثل ما بدك أنت. يحرق عرضك أش بتطرقي؟ لا تفتحي شتمك أحسن ما فيش خلق فيكي. ها أش بيك نخليك؟ أش بيك نخليك؟ أش بيك نخليك؟ ولك روح يا وحش، يا عمر دين البطن اللي حملك، يا هيك يكونوا رجال يما بلا. بدي اعرف مين رجال بالبيت، انا او انت. انت بموت فيك. يلا على البيت. على البيت امرك حبيبي. لا يا عبدوله. لك يا بودي في كلمه بتستعملها انت في اولى يعني بشو شو عم نلعب؟